نظم عدد من الشباب العاطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مبنى حكومة البصرة المحلية، مطالبين مسؤول مكتب التشغيل في المحافظة الإيفاء بوعوده التي قطعها لهم منذ أشهر عدة بتوفير فرص عمل لإعانة أنفسهم وبناء مستقبلهم. أحلى جماهير البصرة، قدمنا فايلات شهر 11 وعدونا وظائف اشغال فوعود لا دائما بعد هاي وعود كاذبه. قالوا لنا بشهر 12 تعالوا، والله ما جينا ب 12 شهر 12 هم وعود كاذبه. قالوا لنا على السنه الجديده بشهر 1/1 جي، هم جينا هم وعود كاذبه، واليوم هم جينا وهم علقونا مغذي، هم وعود كاذبه. الى يمتى يعني وعود 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 وعود؟ هاي الشعب يجدي يقتل ويسلب، يعني من يبوق ويسلب ويقتل اخذوه وظفه خي يشوف الراتب يحط له عائله غصبا ما عليه يعني يعقل ويستمر. اليوم التعيينات الجاي تجي ما جاي تجي لابناء البصره، جاي تتوزع للمحافظات، جاي تتوزع للاجانب، كل البنغلاديش ما اخذ له صحه، بوكان بوحده، الهند بوحد، هذاك بوحد، واحنا شباب البصره، واهل البصره جاي علينا بس السرطان، الامراض، الدخان، وما هم بصوره عامه ما يريدون شباب البصره يشتغلون، يريدون شباب البصره يتجهون للمخدرات، تسليب، بوق، هم هاي مختصرين البصره، مخلينهم شباب البصره هيك، مال يعينونه ويعين اهله ماكو هذا الشيء بالبصره. هاي الوقفه طبعا هاي الوقفه احنا اليوم هنا اجينا هي وقفه لتنذير مكتب التشغيل، ما بعدها اذا ما تكون هناك مطالب لابناء المحافظه راح يتم يتم نتجه الى التصعيد والتصعيد السلمي، واحنا لحد الان احنا سلميين وما متجهين لاي خطوات تصعيديه غير قانونيه، احنا مع القانون وخرجنا مع القانون ومطالبنا واضحه، مطالبنا هي تشغيل الشباب، ونتمنى من النواب اللي الجدد ومن الجهات والحركات الجديده انه توقف مع ابناء البصره، كافي انه تباعد مصلحتك، احنا ما نريد نسقط بيكم وانتم اخوتنا، لكن هذا الحكي يحكيه مال مواطن عراقي بصري محترق قلبه، انا اخوك وانت اخوي. المفروض تباوع لي، انا صعدتك اعطيتك صوتي وصعدتك، المفروض انت تكون قد المسؤوليه وتمشي تعين هاي الشباب. جماهير البصره اليوم من شهر 11 قدمنا فايلات على مكتب التشغيل للبصره، فقدمنا فايلات ما استجابنا، انه قال على شهر 1، جينا بشهر 1 ماكو، هسه اليوم جينا احنا نطالب به انه فايلاتنا وين راحت؟ انه راحت حزب فلان وتيار فلان وابن الشيخ فلان وابن سيد فلان، كل شيء ما استحقون.